تضرب الدرب علاش تضربوا مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم. جريمة أخرى بشعة تهز منطقة الحي المحمدي. احنا الآن كنتواجدوا بهذه المنطقة هذه اللي مرة أخرى شاب قتل الأم ديالو، شاب مختل عقلي للأسف الشديد. أنا كنشوف معنا الساكنة كلها أنها متأثرة ومصدومة. احنا كنتواجدوا في الحي اللي وقعت فيه هذه الجريمة. السلام عليكم. كي دايرين أختي؟ كي بقيتوا من هذه الخلعة؟ كتعرفوا هاد السيده جارتكم؟ شنو اجي نسولك، شنو رايك في هاد القضيه ديال المختل العقلي اللي تيقتلوا امهاتهم؟ لا، واحد الولد يلاه قتل امه في الهراويين البارح، واليوم في المحي المحمدي. هاد المساكن المرضى النفسيين اللي راه خاص الدوله دير لهم حل، خاص السبيطارات ما كيشدوهمش، حتى الدواء ما كاينش. الله يختي، اش غنقول؟ عرفتي شنو باش يقتل ولد امه؟ اختي انا دابا والله الا لحمي بوش عليا مني سمعته، قسما بالله ديت ولدي وجايه كنسمع. لا حول ولا قوة. قالوا لك؟ قالوا لي شي واحد ذبح امه هنايا. زعما هذه هي طريقنا. انتم اولاد الحي محمد. هذه هي طريقنا كنمشيو. ملي سمعتيها باش حسيتي انت كأم؟ حسيت اختي الله يصاوبوا صافي، يديروا لهم شي حل. الله يصاوب. كتفق على يتفقوا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تفقوا باش ما يتفقوش، راه هذا الشيء. واش هذا الولد مريض؟ مريض. مريض نفسي. شحال من عام هو مريض؟ المهم شي سنين. ست سنين. اش من ساعه وقعت تقريبا هذه الجريمه؟ تقريبا ديال الليل. مع 3 ديال الليل. شنو سمعتوا؟ كيفاش الطريقه باش قتلها؟ شنو قالت؟ والو، انت كان جاي مريح، كنت كيبني واحد الجوال ويجي يسعد الزرقاء 26 هي البلوك دار 58، قلت له هي انا 59، قال لي قلت له هنا 302 هنا 300، قال لي الزرقاء ما جاش. سيدة طيبة كيعودوا عليها الله يعمرها بزاف كاع، درويشة وكانت كتبغي ولدها بزاف. والشياطين ولاو التعويذ عيجي. الله يستر الله يستر. هو مسكين ما عرفش شنو وقع عليه، تا ولا هكا مسكين. التعويذ يس يعاود بنين وراه قال له. وحاولت معاه وداته للسبيطار وحاولت معاه بالأدوية. ديما كيديو با كاع. ديك المرة كنضرب واحد زكر الله. راه السيدة قالت لينا البارحة لقات واش شانق على شي واحد هنا في الدرب. كاش نقف كوا غير الدراري. إذا مشاهدينا الكرام، للأسف الشديد مرة أخرى كنحملوا المسؤولية لوزارة الصحة. الصحة راها مقصرة ومقصرة جدا 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 في هاد المرضى اللي عندهم اضطرابات نفسية واختلالات عقلية. تنقولوا لكم ردوا البال، راه كندقوا ناقوس الخطر. راه ما يمكنش في ظرف يومين جوج ديال الشباب يقتلوا الأمهات ديالهم بسبب الاختلال العقلي والاضطرابات النفسية. وزارة الصحة، السيد وزير الصحة، وجد الدواء للدراري، وجد الناس فين ينعسوا. راه ما يمكنش ان الام كتهز ولدها دير السبيطار وكتدق السبيطارات وتا واحد ما كيحل ليها الباب، حتى كنسمعوا بان مختل عقلي قتل الام ديالو او قتل شي واحد في الشارع. صراحه هنا الناس مصدومين، الناس ما عارفين والو. عاد سمعوا الاخبار هذا الصباح ملي فاقوا، وحنا ايضا تصدمنا لان في ظرف يومين جوج ديال الامهات قتلوا للاسف الشديد ولادهم هما اللي قتلوهم. مشاهدينا الكرام، حنا الان كنتواجدوا في الحي المحمدي في نفس المنطقه اللي وقعت فيها الجريمه. انا لله وانا اليه راجعون.